مناديل يا حبيبي. حمدي ايه حبيبي؟ اسكت. مش امك اخويا زعلان ان احنا ما حطيناش اسمها على يافطه زي انا وانت بتقول اشمعنى انت وحمدي يعني؟ يعني احنا هنسميها ايه مثلا يا ابو حمدي؟ والله انا فكرت في الموضوع ده وتاملت، لقيت ان انا اسميها ابو ام حمدي. ايه ده؟ بس انت كده بتشتمني انا يا حاج. هو ده المطلوب يا اخويا. ما انا نفسي بقى اشتمك كده على اليافطه قدام اللي رايح واللي جاي واللي يسوى واللي ما يسواش عشان كل الناس تعرف انك هزق. ايه ده يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ اول مره تكلمني باللهجه دي، في ايه؟ ما انا مش عارف لك في ايه، مخك مش فيك. امبارح راجع الحسابات الاقيك كاتب 8 في 9 ب 92. هي بقت ب 92 اليومين دول يا اخويا؟ 8 في 9 ب 72 يا حاج. الله ما انت عارف اهو. حلو، امال في ايه؟ دماغك فين يا حمدي؟ اللي واخد عقلك اتهنابه يا اخويا. انا مش عارف انت اليومين دول مالك، حالك مقلوب. بتفكرني كده بلبنى عبد العزيز في فيلم الوساد الخالي. لبنى عبد العزيز ازاي بس يا حاج؟ طب قول عبد الحليم مثلا. لا لا مش جايب عبد الحليم، انت شكلك كده جايب معايا اليومين دول لبنى عبد العزيز. والله ما عارف اقول لك يا حاج، بس انا دماغي ما بقتش في راسي خالص يا حاج. طول الوقت عمال افكر فيها. حبيبه يا حاج، حبيبه، عايز اتجوزها. ابوس ايدك يا حاج، ابوس ايدك، اقف جنبي في الموضوع ده وساندني يا حاج والنبي. حبيبه برضه يا ابني، البت دي مش فاتحه لك الباب، مش عايزاك. الست لما تكون عايزه الراجل اخويا بيبان على عينيها، على احساسها، وهي واقفه كده من بعيد، وقفتها بتقول لك عايزاك. اسالني انا مجرب ولافف وعارف. رايح انت لو لافف كنت خدت امي. بتقول ايه يا حمدي؟ ولا حاجه يا حاج، بقول مش يمكن ادبها واحترامها هما اللي منعينها ان هي تبين. انا بقول يا حاج نجرب. قالت اه يبقى خير وبركه وانا اتكتب لي السعد. قالت لا يبقى خلاص اريح نفسي واشيل الموضوع ده من دماغي. بس ابوس ايدك يا حاج، اقف جنبي، اقف جنبي في الموضوع ده يا حاج والنبي. ادبها ونجرب. بص يا ابني، اليافطه دي مش هيتكتب عليها الا ابو امي اللي جابه حمدي.